يا مخرج اذا صار علي يلبس اعطنا الكاميرا بالله شغل الشاشه ارجوك خلنا نشوف نفسي واستانس. الله يعجبني المخرج خلى الكاميرا كذا عشان اشوف نفسي واستانس. برضو اتحدث المشاهدين الكرام اليوم راح نعلمكم كيف تصير القهوه العربيه. ايوه حلو كيف نعلمكم شلون تصير القهوه العربيه. احنا طبعا بالنسبه للقهوه الحمسه اللي هي تجي الحمسه شقراء لا هي الخفيفه ولا هي السوداء يمشي وكان الميدان ما هو لحد. اوكي بالنسبه لهذه الحمسه انا ودي لو انك تسوي زوم هنا سوي زوم هنا طبعا معلش لو به نص شوف ضحيت من اجلكم بهذه. نواف يدور تصاميم وجامعي اوكي تستاهل تستاهل يا ابو عبيد. زين هذه بالنسبة للقهوة العربية حمسة وسط تشوفون وين الكاميرا هذه حمسة وسط. حمسة وسط اليوم راح نعلم السادة المشاهدين كيف نسوي القهوة الخاصة بنا لأنه فيه على اختلاف الثقافات والأقاليم والأشخاص كل واحد يسوي القهوة بطريقته. فيه مثلا عندك مثلا بعض الأشخاص يسوونها مثلا بزنجبيل يضيفون عليها عويد يضيف لكن حنا ك خصوصية القهوة نظيف عويدي نظيف لكن أنا بسويها الحين بيور صافية اللي هي قهوة ومعها هيل. سمعتي يا عليان؟ قول أوكي. أوكي شوف الحين هذا في ناس يسمونه مفواح في ناس يسمونه مفارة وفيه ناس يسمونه قم قم يسمونه يا أبو شعوان شو تسمون هذا؟ هذا نسميها دولة 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 شو تسمون هذا؟ دولة مفواح أنت هذا نواف مفواح دوله 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 ايه هذا احنا نسميه قمقم اسمه قمقم قمقم قم بس قم رح بس رح ارحب مستمرين بتعليم كيفية تصليح القهوة. How are you؟ قم ما شفتوا حاجة استمروا استعدوا ما نملى قمقم يمشي كذا كذا عشان كذا شو جو الفخم ايش؟ بمناسبة توكم ما شفتوا حاجة توكم ما شفتوا حاجة استعدوا استعدوا حمادة دقيقة دخولي دخولي تفوح القهوة على ما تفوح القهوة اجيب القهوة اللي هنا كذلك اجيب الهيل اجيب الهيل واجيب هذا القهوة حلو وبالنسبة للنجر وين النجر؟ دق النجر خلى العرب يسمعون يا لا 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 لي يا لا لا لي لا والله الاوتفيت جاني من قروح جاني من قروح دعمي ما شاء الله ايوه صراحه اني ما بدي كيف جمعوه بس سروا من جهه ولا والله ما شاء الله والله طيب يعني والله انا كذا ما شاء الله تبارك الله حتى وقفته تغيرت قد بس المشكله الوجه ما تغير اي اجينا ولد طيب ولد ابراهيم حسين الصغير جيت يقول انا نواف تسمع للامانه صدق ازين اوتفيت حقي ولا حقه؟ فكر فكر شوي قال والله حقك ازين خذ شوي قال نواف طيب ازين صراحه وجهي لوجهه قال وجهك ازين طيب سلطان عدلت بين عشان دقيقة دقيقة ايش ماركة النظارة؟ كرشي كرشي يعني جوتشي ما هو كرسي ابن احلى شيء والله الكرسي لي اعطونا شيء بمناسبة سلطان اعطونا شيء يلا هذا بيسوي شيء خلوه خلوه يلعب لا 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 ما عليه ايوه ما تسوي كذا فيش يسوي؟ لو مرة عشيت كيس حياته كيف كيف يسوي؟ قصدك يسوي ذيك اللي كذا صار كذا لا 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 ايش في ايش عيب ولد عيب عيب قصده العب وراه العب العب وراه العب ايوه ايوه خذ نظره نواف فخمه شوف الله ما شاء الله هي حق السلطان الاولى حق جوجو جوجو لا خذ خذ هذه شو هذه انا جرب انا جرب نواف حق نواف والله حلو خصم عند نواف شو جرب انت جرب شوف سلام عليكم يا رجال هذه حلو هذه يا رجال شوف كيف لا لا تحط يدك على يا رجال والله نواف فخم عنده بعد اثر نواف مزيون نواف ما فيها سلطان سلطان تحسن ما في يلا اشرح لها عرب اشرح لها يلا
يلا عشان سلطان يستاهل اليوم لوك جديد وفخامة ويعجز كلام. يلا نبي نبي شيلة نبي شيلة يلا ما نجيب جبالة. بروح اجيكم بجيكم 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 عندي شاهي يا لبل كفو 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 تبي شاهي انا يا اخي لبل واقع ما لك داعي لا تعال يا سلطان لو سمحت وقف هنا لو سمحت وقف هنا نواف اروح هناك ظهير ايمن تفضل نجل وسع وسع ايش بتضربه وسع بس واحد اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سعد الله مساكم بكل خير نذكر مشاهدينا بالصلاة على النبي وذكر مشاهدينا بالصلاة على النبي اليوم آخر ساعة أنت تتكلم فمك ولا بنظارتك اليوم آخر ساعة من وشي من الجمعة من الجمعة يعني صح صلوا على النبي الصلاة عن عشر يا أخي صلوا على النبي أكثر من مرة أخونا سلطان اليوم ضيفنا أرحب يا سلطان يلا حيهم يا هلا مرحبا حياك الله اخي نواف اتمنى ان شاء الله ان يكون ضيف ثقيل عليكم هذا من دون لا تدعي هو هذا الواقع وان شاء الله نقدم الشيء اللي ما يرضي يوم يشوف الكره الشيء اللي ما يرضينا وما يرضيكم تمام سلطان اول لقاء النظارات هذه اكبر من وجهك ليش تلبسها؟ حلو مقدم ظريف انت شايف النظارات اللي وجهك؟ لا نظارات اللوجيك هذه مبصره من النظارات بس مرايه طيب سلطان وجه رساله لاخواننا المشاهدين اوجه الرساله انه ما يتابعوا اللغه حقنا ليه سلطان اشكر الطقم اللي اليوم لابسه لان طقمك الصراحه قبلك ما حد يلبسه الطقم واتمنى يرد عليك الطقم يقول عفوا سلطان تدري شنو ناقصك انك تسوي صنفره وقناع وخلاص صنفره وقناع شلون شغلنا شيء تكفى ايه تدري وش اللي مو بناقصك يا نواف خفت الدم سلطان الحين سوي تبادل انت سالي يلا تفضل سلطان تبادل ما يصلح يعني لازم الإنسان يكون يعني يدري وش اللي ناقصه وش اللي سلطان الله يبلاش الله يبلاش الله يبلاش الله يبلاش الله يبلاش